السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها هتقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. واحب انوي كمان ان جميع روابط جروباتنا الواتساب وجروبنا الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنح اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن المنحه بتاعت النهارده، واحب انوه اولا ان المنحه دي متاحه للجميع جميع الفئات الدراسيه. طيب هي منحه التدريب الصيفي بتركيا، تمام؟ اتعرف على تفاصيل اكتر. الدوله اللي هيكون فيها التدريب ده هي تركيا. الجهه المانحه هي معهد يونس إمرة للثقافة التركية، دي المؤسسة اللي هتقدم الفرصة دي. الدول المتاحة للتقديم جميع الدول المتاحة للتقديم، سواء دولة بقى عربية أفريقية آسيوية، تقدر تقدم الفرصة دي عادي جدا من غير وجود أي مشكلة. المرحلة الدراسية هي متاحة للجميع من طلاب الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني لو حضرتك لسه في الثانوية العامة أو البكالوريا تقدر تقدم، لو بتدرس بكالوريوس أو خلصت بكالوريوس، لو بتدرس ماستر أو خلصت ماستر، لو بتدرس دكتوراه أو خلصت دكتوراه، تقدر تقدم للفرصة دي، هي متاحة للجميع، تمام؟ مدة الفرصة دي، الفرصة دي مدتها 10 أيام، متاحة من 13 يوليو حتى 24 يوليو 2020. دي المدة اللي هيتم فيها التدريب في تركيا، بتبدأ من أول 13 يوليو، يعني حضرتك مثلا تسافر لتركيا 12 يوليو 11 يوليو وترجع يوم 24 يوليو هيكون انتهى التدريب، يعني مدته حوالي 10 أيام. التمويل بقى اللي الفرصة دي بتتكفل بيه، الفرصة دي بتتكفل بحاجات كتيرة جدا. أولا تذاكر الطيران مجانا من بلدك إلى تركيا ذهاب وعودة، يعني من بلدك لتركيا هيكون تذاكر الطيران عليهم، وبرضه لما تخلص التدريب في العودة برضه هتكون تذاكر الطيران ممولة من المنحة. السكن مجاني، كمان هيتم توفير سكن ليك ممتاز جدا بالمجان. توفير 3 وجبات طعام يوميا، تمام؟ بالنسبة للطعام كمان هيتم توفيره ليك 3 وجبات. هيتم توفير التأمين الطبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، هيتم توفير التأمين ليك. وسائل النقل داخل تركيا هيتم توفيرها بالمجان. زيارة المتاحف والتنزه في تركيا على حساب المنحة، طبعا هيعملوا زي ايفنتات سيمينارز، مثلا زيارة للمناطق الأثرية في تركيا وما إلى ذلك، فهيكون حاجات كتيرة جدا، هي هتكون زي رحلة كده ممولة بالكامل، تمام؟ هتكون فرصة تدريب ورحلة للسفر إلى تركيا. طيب مواضيع الفرصة دي بقى، الفرصة دي هيتم فيها التدريب على إيه؟ إيه اللي أنت هتستفاده من الفرصة دي؟ اولا في مواضيع كتير للتدريب في الفرصه دي، وحضرتك تختار الموضوع اللي انت عايز تاخد فيه التدريب او تتعرف عليه. اول حاجه هيكون في تدريب في اللغه التركيه والثقافه التركيه بشكل عام، يعني هيدربوك مثلا على الثقافه التركيه ازاي بتكون، يعطوك بعض الكلمات في اللغه التركيه وما الى ذلك، هتكون ثقافه عامه في الموضوع ده. هيكون في تدريب في علوم الاثار، الناس اللي بتحب المناطق الاثريه وكده هيتم طبعا زياره المناطق الاثريه، وهيتم شرح الآثار الموجودة في تركيا ومناقشة مواضيع كتير زي دي، وكمان فن الرسم والنحت هتبقى شاملة في هذا المجال. وفي أشخاص آخرين ممكن يرتبطوا بمجال العلوم الحيوية والتكنولوجية، لو أشخاص عايزين مثلا تدريب في المجال العلوم يتعرفوا على مثلا التكنولوجيا الموجودة في تركيا وآخر التطورات، برضو يقدروا ينضموا للتدريب ده. هيكون في تدريب في فنون الطبخ التركية، تمام؟ كمان ده من ضمن المجالات المتاحة في التدريب. وكمان في تدريب في السينما التركية بحيث تتعرف على الثقافة التركية والسينما التركية ازاي، تمام؟ يبقى دي مواضيع التدريب، وحضرتك بتختار الموضوع المناسب ليك اللي انت عايز تنضم ليه. شروط بقى البرنامج ده، البرنامج ده من الشروط المهمة فيه ان لازم يكون السن ما بين 18 ل 35 سنة فقط، غير متاح لأقل من كده او اكتر من كده، يعني ما ينفعش للاشخاص اللي اقل من 18 سنه والاشخاص اللي اكتر من 35 سنه، فقط ما بين 18 ل 35، تمام؟
هذه المنحه كمان، المنحه دي مش محتاجه شهاده لغه انجليزيه، انا حضرتك مش مطلوب منك بقى ايلتس تويفل او اي شهاده، انت هتقدم للمنحه دي بدون الاحتياج لشهاده لغه انجليزيه او شهاده لغه تركيه. طيب ايه هي الاوراق المطلوبه عشان تقدم في المنحه دي؟ مطلوب اوراق بسيطه جدا، صوره شخصيه ليك تمام، ولو معاك اخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه تقدر تقدمه، زي ترانسكريبت مثلا، لو خلصت الدراسه بتقدم مثلا جراديويشن سيرتيفيكيت هكذا يعني. وتملا البيانات الابلكيشن، في ابلكيشن اونلاين لازم تملا البيانات بتاعته وتقدم اونلاين. وبالنسبه لاخر ميعاد للتقديم في الفرصه دي هو 31 مارس 2020 تمام، ده بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم. وهنا انا حاطط لكم الموقع الرسمي للفرصه تمام، وهنا ده ابلكيشن التقديم. تعالى كده نبص سريعا على الموقع الرسمي، هتيجي وتفتح الموقع الرسمي من هنا هيظهر لك بالشكل ده تمام. هتلاقي بقى هنا كل المعلومات عن التدريب، هنا هتلاقي اركيولوجي التدريب الخاصه بالفن بقى والرسم وما الى ذلك، ساينس التدريب الخاصه بالعلوم، السينما تمام، الليتشر، هتلاقي كل التدريب المتاحه المنحه بتوفرها اللي احنا كنا ذكرناها سابقا، تدريب في السينما في اللغه التركيه والثقافه التركيه في فنون الطبخ، كل شيء هتلاقيه من هنا تمام. وهنا الملفات بي دي اف لكل تخصص او كل مجال تضغط عليه عشان تتعرف على المجال ده بيوفر ايه بشكل اكبر تمام. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. خلينا بقى دلوقتي نيجي كيفيه التقديم في الفرصه دي. هتيجي تضغط على قدم الان اللي هو الابلكيشن ده عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم، هيفتح معاك بالشكل ده تمام. طيب انت كمستخدم جديد، هو مطلوب منك هنا الايميل والباسورد، انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل وباسورد تعمل ايه؟ تروح عند كرييت نيو اكونت وتضغط عليها عشان تعمل اكونت جديد على موقع المنحه، وحضرتك تكتب هنا اسمك وتكتب الايميل بتاعك وتعمل الكباتشا دي تمام، تضغط عليها وبعد كده تعمل كرييت نيو اكونت. لما هتعمل كرييت نيو اكونت هتجي لك رساله على الايميل بتاعك فيها كود تفعيل، تضغط على الكود ده عشان يتم تفعيل الاكونت بتاعك تمام. وطبعا بعد كده هيطلب منك عمل باسورد، فتعمل برضو الباسورد بتاعك عادي. طيب خلينا بقى دلوقتي ندخل للابلكيشن نفسه ونعرف ايه الاجزاء اللي موجوده فيه وازاي نملاه. هنرجع بقى تاني هنا بعد لما نعمل كريت اكونت، نرجع للوجن ونضغط عليها ونكتب الايميل والباسورد بتاعنا تمام، ونعمل الكباتشا دي، وبعد كده حضرتك تيجي ضاغط على كلمه لوجن من هنا عشان يفتح معاك الابلكيشن. طيب انا اوريدي عندي ابلكيشن سابق عشان انا كنت مليت عشان اعرف اشرح لكم، فبالتالي انت مش هيظهر لك الصفحه دي، هيظهر لك ايه؟ هيظهر لك الجزء ده اللي هو هيظهر معانا دلوقتي سبميشن. المفروض لما يكون عندك ابلكيشن هيظهر لك سبميشن ويظهر معاك بالشكل ده كاول مره تمام، الابلكيشن يفتح معاك كده. طيب هنا بقى دي المعلومات اللي انت المفروض تملاها، عندك هنا حوالي 8 سيكشنز، والسيكشن الاخير ده البريفيو اللي هي المراجعه، مطلوب منك في كل سيكشن دول تملى المعلومات او الاسئله الموجوده فيهم. اول سيكشن عندي هو السيكشن بتاع ستارت اللي هو بيقول لك بقى هنا اول حاجه تعمل سيلكت للتدريب اللي انت عايزه، عايز تنضم لفنون الطبخ ولا عايز تنضم لتدريب الخاصه بالعلوم ولا السينما، فانا مثلا اخترت اركيولوجي مثلا خاص بفنون الرسم وما الى ذلك. فتيجي تضغط على اركيولوجي من هنا وبعدين تضغط على الجزء ده تمام عشان تخش المرحله اللي بعدها اللي هي هتكون ايه؟ اللي هي هتكون معلوماتك الشخصيه. في المرحله دي اللي هي البيرسونال داتا نمبر 2 هيسالك هنا الجندر بتاعك، اسمك بالكامل، الجنسيه بتاعتك، تاريخ ميلادك، كل شيء عنك او تفاصيلك الشخصيه هيتم سؤالك عليها هنا تمام. وبعد كده لما تخلص الاجابه على الاسئله دي وهتيجي في الاخر هنا بيقول لك تي شيرت سايز اللي هو التيشيرت المفروض هتلبسه هناك في التدريب، انت مثلا السايز بتاعك سمول ولا ميديوم ولا اكس لارج ولا ايه، فبيقول لك ممكن تختار السايز بتاع التيشيرت بتاعك من هنا اللي هو هيكون تبع المؤسسه وتلبسه هناك في الفرصه دي. طيب بعد لما نخلص الجزئيه دي تيجي ضاغط على الجزء ده عشان تخش للسكشن الثالث اللي هو الكونتاكت انفورميشن تمام. وفي الكونتاكت انفورميشن بتحط معلومات التواصل بتاعتك، ازاي المنحه والفرصه ممكن تتواصل معاك، تحط عنوانك، تحط لو عندك مثلا اكونت على الفيسبوك على تويتر سكايب لينكدين. وبعد لما تخلص الجزء ده تيجي ضاغط على الجزئيه دي اللي هي السيف وكونتينيو تمام. طيب دخلنا كده على السكشن الرابع اللي هو educational information، وهنا بقى الجزء ده بيتكلم عن خلفيتك التعليمية، يعني هنا تكتب السكول او اليونيفرسيتي اللي انت درست فيها او اللي انت حاليا بتدرس فيها، وتكتب الديجري بتاعتك، تحط كل البيانات بتاعتك هنا تمام. وبيقول لك لو عندك دبلومه شهاده التخرج لو معاك حاليا هي وترانسكريبت وبترفقهم، لو مش معاك بتسيب الجزئيه دي فاضيه، ولكن يفضل طبعا ان يتم ارفاقهم. وهنا حضرتك السيرتيفيكيتس واذر تريننج،
اللي هي الخاصة بالشهادات التدريبية بتاعتك. انت مثلا عملت تدريب، حضرت سيمينار قبل كده، حضرت ايفنت، عملت كورس سابق، فكل ده بيدعم من الطلب بتاعك وبيخلي طلبك قوي، وتبقى مثلا ايه من ضمن الاشخاص اللي هيتنافسوا على المنحة دي. تمام؟ فتحط بياناتك هنا، وتحط طبعا دوكيومنت اللي هي وثيقة تثبت ان انت قبل كده عملت تدريب، عملت اشتركت في ايفنت، اي شهادة يعني تثبت مهاراتك خارج المجال الاكاديمي. تمام؟ بعد كده بتيجي تضغط على الجزء ده وتخش على السكشن اللي بعده اللي هو نمبر 5 اللي هو لانجوج انفورميشن. بالنسبه للغات بتاعتك، ايه هي اللغه اللي انت نيتف فيها؟ تكتب مثلا اللغه العربيه، هل بتعرف تركي مثلا؟ لو مش بتعرف تقول نو. بيقول لك هل عندك لغات اخرى؟ بتضغط يس بقى، ولو عندك لغات اخرى بتبدا تضيف اللغات الاخرى دي. تمام؟ لو ما عندكش بتعمل نو وبتضغط على الجزء اللي بعده اللي هو السكشن 6 ورك اكسبيرينس. تمام؟ هنا في الورك اكسبيرينس خبرتك العمليه، يعني هل انت اشتغلت مع مؤسسه قبل كده مثلا، ليك خبره في العمل سواء عمل تطوعي او عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، فبتكتب كل البيانات هنا. تمام؟ بعد كده بتضغط على الجزء اللي بعده وبتخش على سيكشن 7 اللي هو اريا اوف انترست، ايه الحاجات اللي انت مهتم بيها في الفرصه دي. تمام؟ هل انت مهتم بالسياسه، بالسينما، بالسفر، ايه الفاين ارتس، بايه بالظبط؟ وبتيجي بتضغط عليها الحاجات الاهتمامات بتاعتك بشكل عام او في الفرصه دي، وبتضغط عليها هنا. وهنا في الجزء اللي تحت ده جزء اضافي بيقول لك لو عندك اثباتات، يعني مثلا انت من الحاجات اللي انت مهتم بيها دي انضميت لعمل او كورس او ايفنت سابق بيتكلم عن اي واحده من المجالات دي، حط لنا الدليل على الموضوع ده. تمام؟ لما تخلص الجزئيه دي تضغط على الجزء اللي بعده اللي هو تركي اكسبيرينس الخاصه بي بقى هنا الاسئله المقاليه بتاعتك وليه عايز تنضم للمنحه. نركز بقى هنا كويس جدا، بيقول لك انت سمعت عن المنحه دي ازاي، تختار ان انت مثلا سمعت عن المنحه من صديق، من السوشيال ميديا. وهنا بقى من ضمن الاسئله المهمه why do you want to attend summer school، يعني ليه عايز تحضر السمر سكول دي وتحضر مع المؤسسه دي. ده هنا بتسمى الموتيفيشن ليتر، وبتكتب بقى الموتيفيشن ده بعنايه كويسه جدا، وتوضح لهم ليه عايز تحضر المؤتمر ده. وبرضو عايز اوضح نقطة، احنا كفريق قناة منح من كل الالوان، احنا بنقدم مساعدة في التقديم لاي فرصة او منحة انت عايزها، وبنكتب جميع المقالات بشكل احترافي جدا، فالاشخاص اللي حابين يقدموا من خلالنا هيلاقوا رابط التواصل معانا اللي هو اللي احنا هنساعدهم في عملية التقديم موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. تمام؟ طيب، وهنا برضو بالنسبة بقى بعض الاسئلة الاضافية، هل مثلا ليك قريب موجود في تركيا، هل انضميت للفرصة دي سابقا، فبتجاوب على الاسئلة دي من وجهة نظرك. تمام؟ وهنا طبعا بتضيف ريفرنس اللي هو خطاب توصيه، عايز تضيف طبعا ممكن تضيفه، مش عايز خلاص بتسيب الموضوع ده فارغ، يعني مش خطاب التوصيه هنا مش شرط، مش اجباري ولا الزام. بعد كده لما بتخلص الجزئيه دي بتيجي تضغط على الجزء اللي بعده ان انت خلاص بقى كده انت بتعمل فينيشنج للابلكيشن بتاعك، وهنا البريفيو اللي هو مراجعه لكل حاجه انت حطيتها. تمام؟ هنا مراجعه لكل البيانات بتاعتك، كل البيانات، وتيجي بعد كده وتضغط على كلمه سبميت، ولما تضغط على كلمه سبميت يبقى انت حضرتك قدمت للمنحه بنجاح وتنتظر نتيجه المنحه. الموضوع بسيط جدا، منحه ممتازه جدا، طبعا مموله بشكل كامل بتذاكر طيران، بوجبات طعام، بالسكن، التامين الطبي، وسائل النقل، هيكون في زياره متاحف وتنزه في تركيا، وهي زي رحله كده مموله بالكامل، يعني شيء جميل جدا. فلو مهتمين يا ريت تقدموا ليا، لان اخر ميعاد للتقديم هو 31 مارس 2020، وان شاء الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.